كم مرة كنتوا بالسوبر ماركت أو بمحل ألعاب وطلبوا منكم ولادكم تشتروا لهم لعبة أنتم مش قادرين تأمنوا لهم حقها؟ شو هو الجواب المناسب بهذا الموقف؟ شو هو تأثير الوضع الاقتصادي على أولادنا وكيف فينا نخبرهم عن هذا الموضوع؟ بسبب أزمة كورونا زاد الوضع الاقتصادي سوءاً بالعالم ولا سيما بلبنان، تأثرت كل العيال وكمان الأولاد كان لهم حصة بهذا الموضوع. كيف لازم نخبر أولادنا أنه نحن عم نمرق بضيقة اقتصادية معينة؟ أكيد الأولاد بحسوا بالأزمة الاقتصادية اللي عم يعانوا منها الأهل، إن كان من خلال تغيير نشاطاتهم المدرسية أو اليومية أو من خلال قلة الظهرات أو الحديث اللي عم بدور بين الأم وبين البي. فمن واجبات الأهل أنه يخبروا أولادهم أنه هن عم يمرقوا بضيقة اقتصادية معينة، بس كمان لازم يطمنون بنفس الوقت ويقولوا لهم أنه هن المسؤولين عن حل هيدي المشكلة، لأنه بطبيعته الولد بحب دايما يحس أهله عندهم قوة خارقة أو سوبر باور وأنه هن حللين المشاكل وأنه الموضوع اللي هن مضايقين منه ما رح يأثر على حياته اليومية. فينا نبلش نحكي عن المصاري مع الولد بعمر الأربع سنين، بس ما نتوقع أنه يستوعب هيدا المفهوم قبل عمر السبع سنين. لازم الولد يبلش يعرف بعمر الأربع سنين أنه المصاري بتجي وقت الأهل يشتغلوا ويتعبوا فيها. لازم يعرف أنه كل شغلة حقها مصاري وأنه الأهل بيتعبوا ليجيبوها. بس بنفس الوقت ما لازم الأهل كتير يفوتوا الولاد بتفاصيلهم المادية، فمش من واجبات الولد أبداً يعرف قدي الأهل بيقبضوا ووين المصاري بتنصرف بالبيت. من المهم ما نقول للولد أنه نحن ما معنا مصاري نشتري لك هيدا اللعبة، لأنه بطبيعته الولد بحب يبالغ بمشاعره وبأفكاره. ممكن يفكر أنه إذا ماما وبابا ما معهم مصاري يشتروا لهيدا اللعبة، يعني هن كمان مش قادرين يأمنوا لي احتياجات الأساسية ويخاف ويتوتر. إذا ولادنا طلبوا منا هيدا الشيء ممكن نجاوبهم بكذا طريقة. أولاً فينا نقول لهم أنه هيدا الغرض منه من أولوياتنا بالوقت الحالي، ما نستعمل كلمة ما معنا مصاري. فينا نقول لهم أنه يزيدوا هيدا الغرض على لائحة المرغوبات أو المشتريات المستقبلية اللي هو حابب أنه يكون عنده إياها. بهذه الطريقة منكون نحن علمنا الولد جنتر وما يحصل على الشيء اللي بدو إياه بسرعة، وكمان منكون علمناه مفهوم كتير مهم اللي هو يفرق بين الرغبة وبين الحاجة. كل ما نطر لجيب الغرض ممكن يعرف أنه هيدا الشيء هو ما كان بحاجة له، كانت رغبة بس. وكمان ممكن نقدم له للولد بديل، بس هيدا الشيء بيزبط أكتر إذا كان الولد صغير بالعمر. من الطبيعة أنه الأهل يزعلوا في حال ما قدروا يأمنوا كل احتياجات الولد، بركي لأنه بدهم إياهم يكونوا نسخة أحسن عن هن شو كانوا، أو يأمنوا لهم بركي احتياجات هن ما كان عندهم إياها هن وصغار. بس كمان لازم نعرف أنه مش غلط نقول للولد لا، ومش غلط إذا الولد أصيب بالإحباط ببعض الأوقات، لأنه هيدا الشيء كتير مهم لنمو النفس بالمجتمع، لأنه الولد رح يكتشف بعدين أنه مش كل شيء بحبه بيقدر يحصل عليه بسرعة.